أعزائي المشاهدين، معكم مراسلكم من مكان الاعتصام، ومعنا هنا قائد الاعتصام. نتعرف بحضرتك. أولا يا فندم، أنا مش قائد الاعتصام، أنا تيسير فهمي. أستاذ تيسير، هل تعلم أن القانون المصري يجرم الاعتصامات؟ والله حضرتك، قبل ما نتكلم عن القانون المصري أحب أعرف حضرتك أن أنا ضابط شرطة، فأنا أدرى يعني كثيرا بالقانون المصري، وحق التظاهر في القانون المصري مشروع لأي مواطن مصري. ضابط شرطة؟ وها هي وزارة الداخلية تفرز أولى اعتصاماتها. أستاذ تيسير بيه، إحنا ممكن نعرف طلباتكم إيه هنا في الاعتصام؟ أيوة يا فاروق، هاشم موت بيه. أنت فين؟ أنا في البيت سعادتك يا فندم. طب افتح التلفزيون حالا. فين التلفزيون سعادتك دلوقتي؟ افتحه بس. حاضر سعادتك. ممكن نعرف ايه سبب اعتصام حضرتك من خلال قنوات التلفزيون الإخبارية؟ الظلم واحساسي بالظلم. انا يعني ضابط شرطة شريف مصري، كنت بدافع عن تراب هذا الوطن، ويعني اقالوني من منصبي لاني كنت بحاول احمي تراب هذا الوطن. انت في عند حضرتك التقنية اللي هي الشريطة السوداء دي؟ ايوه. عايز اقول كلام ومش عايز نظام ابني يعرف ان بابا اللي واقف. ده احنا على الهوا. على الهوا؟ معلش يا نظام يا حبيبي، بابا بيهزر كالعادة. بقى ما بدهاش بقى. أنا عايز أوجه رسالة لنظام ابني وأقول له نظام يا حبيبي، بابا ضابط شريف، ما تسمعش كلام ماما، وبابا اترفد من شغله عشان كان بيدافع عن مصر، ويعني لازم تبقى فخور إن بابا تيسير فهمي، وعايزك تقول لأصحابك كلهم إن بابا مواطن شريف. وعايز اقول كمان حاجه، عايز اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الشرناوتي بيه ان هو قرر ايقافي، وفي فاروق بيه ان هو وافق على القرار، وفي مدام امان عشان ختمت على القرار، والموظف الخزنه اللي صفى لي بقيه حسابي، وحسبي الله ونعم الوكيل في مخيمر الفراش ان وصل القرار. ليه مخيمر؟ ليه مخيمر؟ ده انا لسه مديك 50 جنيه عشان علاج ابنك. عموما يا فندم، انا مش هسكت، وان شاء الله هاخد حقي، وان شاء الله هاخد ال 50 جنيه.